يبين القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك، موضوع في مجال مغناطيسي منتظم، على أدوات بطارية تعطي تيار شدة عالية، مغناطيس على شكل حرف يو يعطي مجالا مغناطيسيا منتظما، وسلك مستقيم. نقوم بإغلاق الدائرة الكهربائية، نلاحظ تحرك السلك إلى الداخل، نقوم بقلب المغناطيس ليتغير اتجاه المجال المغناطيسي، ونقوم بإغلاق الدائرة مرة أخرى، فنلاحظ تغير اتجاه المغناطيس.